نتحدث عن رمضان والعادات الرمضانية، لكن في هاي الفقرة الخاصة واللي ختامها مسك نخرج في هاي الرحلة المقدسة من القدس، وهاي الفقرة المهداة لإلها من بيت للكل، لنأكد إن القدس لكل ما فيها، للحمائم المقيدة على أسوارها، للقلوب المشرعة بحبها، لحوافر الخيل تختم فوق صخورها، للزيت المعتق في جرارها، لمريم المجدلية، للمآذن التي لا حصر لها، للكنائس التي لا نهاية لصدى أجراسها. القدس كل ما فيها للقدس. في القدس بهاي الحالة المميزة بنشوف الناس من كل مكان في العالم وفي الوطن العربي. اليوم خلونا نرحب بأمينة من المغرب. أمينة، حدثينا عن إحساسك وشعورك في أول زيارة إليك في القدس. السلام عليكم ياسمين، شكرا. حنايا بزاف كان فرح وبزاف إلى رهنا حنايا في فلسطين، ولكن كان خاف، والله كان خاف بزاف، كان شوف حوايج ما عجبناش، ولكن ممنوع نرد، ممنوع نكلم، ولكن الحمد لله راني بزاف فرحان راني في فلسطين. حبيبتي أمينة شكرا، ونتمنى أنكم تظلوا مبسوطين على طول بالقدس وفلسطين. شكرا لك. يسعد مساك أستاذ حسن. يعني إحنا اليوم في القدس وبرمضان، إيش تحكي لنا عن رمضان؟ أهلا وسهلا فيك وفي رمضان، ودائما بدون رمضان أهلا وسهلا فيك جميعا. تحكي لنا عن رمضان في القدس. إحنا والله أول إشي من ناشد الأمة العربية والإسلامية زوروا المسجد الأقصى، وزور خاصة في رمضان، وكثروا الزيارات للأقصى، لأنه إحنا بدون الأقصى أصلا ما فيش شيء، إيش إنه روح في الحياة كلها. أولى القبلتين وثالث الحرمين. وثالث الحرمين الشريفين، نعم. إيش بتقول رسالتك لكل يعني الشعب العربي اللي عم بشوفنا هلأ على الأربع شاشات، الأردن والعراق ومصر، شو بتحكي لهم رسالتك اليوم من قلب القدس؟ منهنيهم كلهم بعيد رمضان المبارك إن شاء الله، والله يهدي بال المسلمين جميعاً والأمة العربية ويتكاتفوا، وإن شاء الله ربنا بحل السلام في هذه البلد، لأن هاي بلد السلام. على مدار سنين طويلة بنطلق المسحراتي في الأزقة الضيقة ليعلن عن وقت السحور، بلبسه التراثي وبالطبلة وأجمل الأناشيد اللي بيجدوا فيها بحنجرته الذهبية، تراث وجزء من عادات تمسكت فيها مدينة القدس لتأكد على عربيتها. هو المسحراتي بأدواته بنتظروا الكبار والصغار ليسمعوه. نشوف هالتقرير وبعدها نرجع لنكمل رحلتنا في مدينة القدس العتيقة. يا نايمين اصحوا صلوا على النبي، يا نايم وحد الدايم، يا نايم وحد الله. شهر رمضان موسم روحاني له طقوسه المزدانة بكل هذا البهاء المفعم بالطمأنينة والوقار، ومن بين شعائره القيمية المسحراتي الذي يضفي على الشهر الفضيل واحدة من بين جماليات كثيرة. ورغم تلاشي المسحراتي من المشهد الرمضاني، لكن هنا في القدس لا زال مواظباً على الحضور. يا نايم وحد الله، يا سامعين ذكر النبي على المصطفى صلوا. وللمسحراتي مذاق خاص في أزقة المدن التاريخية
النبضات بالحضارة والتاريخ كمدينة القدس المحتلة، رغم أنه محفوف بالمخاطر بفعل إجراءات الاحتلال التي تمنع قطعاً أداء الفروض الدينية والاجتماعية وسائر العبادات التي تشكل متن موروثنا الديني الحضاري، لكن صوت المسحرات يخترق جدار الصمت والصوت ومحاذير الاحتلال أيضاً ليعلن ميلاد يوم جديد من أيام رمضان المبارك. دايم وحد الدايم، يا نايم وحد الله، يا نايم وحد الدايم. هي حارات القدس وشوارعها العتيقة، عقبة الرصاص، الشيخ ريحان، باب المغاربة، الحي الأرمني والمسيحي، وكافة الحارات والشوارع والأزقة بمسلميها ومسيحييها يستقبلون المسحرات بزيه المقدسي الأصيل وصوته الشجي الذي يبوح بالأذكار والأدعية والأهازيج المتوارثة جيلا بعد جيل. وخشيتك ومحبتك وتحقيق لآمالنا يا رب يا كريم. يا نايم وحد الدايم. هي القدس يا سادة بكل ما حباها الله من طهر وعفة وقداسة، تحرس حلم البقاء حتى الفجر الموعود. قوموا على صحوركم، أدى رمضان زوركم.